الاثنين، للاستاذه لبلبه والاستاذه كامله ابو ذكري. سعيده بوجود طبعا مخرج كبير زي الاستاذ بيلا تارا، واعتقد ان ندوته كمان كانت مهمه جدا. غدا ان شاء الله هنحضر الندوه بتاعه الاستاذه لبلبه، وفيلم النهارده اللي انا لسه طالعه منه احب اتكلم عنه، فيلم المغربي للاستاذ حسن بلوط. بجد فيلم كويس جدا، بيتكلم على التسامح وعلى الحب في ايماننا بنفسنا، الحب للانسان، الحب للخير، الحب ازاي بنديه وازاي كمان نعرف ناخده، حبنا لربنا سبحانه وتعالى وايماننا القوي. فيلم جريء، حوار حلو قوي. مبروك للفيلم. شفناكي متفاعله جوه جدا. ايوه طبعا. توليد حسين فهمي تقولي النهارده، والتنظيم كمان لمهرجان القاهره، منظمين كلهم يعني طبعا بنشكر الاستاذ حسين فهمي جدا، وكل حد بيشارك في التنظيم من ناس ليها خبره وشباب يتعاون مع المهرجان، نشكرهم جدا جدا. والحقيقه لكل الضيوف اللي موجوده بيشيدوا بده، هشكركم قوي. حضرتك شايفه المشاركه العربيه ازاي السنه دي؟ المشاركه طيب كويسه، وادي اول فيلم مغربي، لسه بكره كمان في فيلم مهم، وفي طول الفتره افلام عربيه ومصريه ان شاء الله. استاذه ليلى بتحضري لنا ايه الفتره اللي جايه؟ اتفضل. بتحضري ايه برضه الفتره اللي جايه؟ وكان عايز اعرف الفعاليات اللي هتبقى حريصه انك تكوني موجوده فيها. انا الحقيقه بصور حاليا، بس احنا متوقفين عشان خاطر افتتاح المهرجان مهمه في سهل حشيش اخراج الاستاذ محمود كريم، وان شاء الله المفروض كمان 4 ايام هبتدي التصوير تاني، فبحاول احضر على قد ما اقدر في المهرجان. شكرا. هنا استاذ ليلى يا شباب.